غير بدا غير بدا متسناش متسناش تقول لا غدا لا العام الجاي بدا. القرار اللي خديت فعوض مثلا انفيستي في قهوه ولا ريستورون قلت انفيستي في هاد لا فورماسيون ان بيلوت باش يبدا اقل حاجه كيبدا ب 35000 درهم في الشهر يعني 35000 درهم. صباح النور. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. نبداو نجاوبوا على الاسئله ديالكم. اولا بغيت نشكركم بزاف 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 على التفاعل ديالكم وعلى الاسئله ديالكم وسختو على الدعوات ديالكم. الله يجازيكم بخير والله يخلينا ديما في حسن الظن ديالكم. واخا يكون عندك باك قديم تقدر دير بيلوطاج. انا عندي باك 2005 ودرتها دونك 2013 راه سيغيان. خاص يكون عندك باك ساينتيفيك ولا باك تكنيك و فوالا، وخاصك تكون مزيان في المات وفيزيك وتكون سورتو متابر. بزاف الناس كيسولوني على لو بري ديال لا فورماسيون. انا كنصحكم تصلوا بليكول لانه هما اللي غادي يعطيوكم بلوس دانفورماسيون عليا، باسكو لي بري ديفير من عام لعام. و لي كريتير خاص يكون عندك ان باك ساينتيفيك كيما قلت دابا قبل، وتكون سورتو سورتو كتبغي هاد الدومين. خاصو يعرفوا الناس ان هادي سي اون ايكول بريفي، ولكن ليكزامان ديال الدوله ديال لاداك وكيتسمى ATPL، ATPL ديال OACI، دونك سي ان ديبلوم ريكونو مونديالمون، وتقدر تخدم به في لاغام في العربيه اي بوكو دوتر كومباني. سي بوكو 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 والله الا صافي انورمون بليزير دو ليغ هاد النوع ديال لي ميساج، وصلوني بزاف بحالهم. شكرا لكم، ويا ربي يا ربي يا ربي اي واحد عنده شي حلم وشي امنيه يا ربي حققها ليه، والله بكم باش كنزيدوا القدام لله يخطيكم. هاد النوع ديال الاسئله كيوصلني بزاف. شحال من عام خاصك تاخذ ديبلوم باش تولي بيلوت؟ شوف هي نورمالمون اونتر 2 اي 3 اون، ولكن الا كنتي مواظب حيت خاصك تكمل واحد الساعات ديال القرايه في القسم وساعات ديال الفول. الا كانت عندك 15 عام تقدر دير سكون ابيل لو بي بي ال، هي برايفت بايلوت لايسنس، ولكن افون كيديروك انيسياسيون او فول حتى توصل لواحد ان سيغتان اج عاد تقدر دوز ليكزامان ديال بي بي ال. مي سي اون تري بون شوز تبدا صغير، بون كوراج اخويا. المهم الصراحه كاين بزاف 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 ديال الاسئله وبزاف ديال الميساجات زوينين، وفريمون الله يسهل عليكم والله يخليكم لينا. صراحه ما تلقاش لي مو باش نشكركم. الحاجه خلاصه القول ان هاد الفورماسيون اي واحد بغى يديرها، خاصك غير تكون عندك باك سيونتيفيك وتكنيك، وتكون عندك واحد لا موين في باك اللي تكون محترمه، عاد كتجي ليكول اللي هي سيف بي ان سي فلايت اكاديمي، وكيديروا لك واحد لو بيتي كونكور باش يشوفوك واش قاد بيلوت او با، وصافي وكدوز ليكزام كدير اون فورماسيون ATPL كتسمى ATPL، ومن بعد كدير دي زور دو فول، ومن بعد كتاخذ ان ديبلوم ريكوني بار ليتا واصلا لي زيكزامان ديال ليتا. من ناحيه الثمن حيت بزاف الناس سولوني كما قلت لكم، جيو ها لاباج ديال ليكور راه حطيتها لكم، جيو سولوهم هما غيديروا معكم. سي دي جون الله يعمر دار زعما كيتساهلوا مع كلشي. بزاف ديال الاسئله على الثمن ديال لا فورماسيون. انا الحاجه اللي نقدر نقول لكم انه انفستيسمون واعر، لان بيلوت باش يبدا اقل حاجه كيبدا ب 35000 درهم في الشهر يعني 35000 درهم صالير في الشهر، يعني فلوسك شحال ما حطيتي غترجعهم بالزربه ومزيانه. كما كنت نقول لكم بحال دابا انا زعما القرار اللي خديت فعوض مثلا انفستي في قهوه ولا ريستورون، قلت انفستي في هاد لا فورماسيون والفلوس ديالها كترجع دغيا، لان دابا مورا هاد لا كريز ديال كوفيد غادي يوليو ريكروتمون كثير بزاف ديسي ان شاء الله ماكسيموم واحد عويه ان شاء الله بحال هكا. دونك الواحد يدير المجهود والكمال على الله سبحانه وتعالى. ومره اخرى شكرا لكم، وانا راه الاشاره اي واحد بغى شي حاجه المدرسه راه الاشاره، راه كلشي كلشي تيسر. غير بدا غير بدا متسناش متسناش تقول لا غدا لا العام الجاي، بدا بدا الله يسهل على الجميع.